jogo da qualificação e da seleção sul-americana, acho que é uma experiência sua verdade não você. Hoje o jogador também. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Mas quem decide isso somos nós. Então. Amanhã vamos fazer então o último jogo desta fase de qualificação. Bukra, inshallah, fi akhir mubara, fi ta'ahulat al-umam afrikia. Nós queremos naturalmente acabar a ganhar. احنا اكيد بنسعى ان احنا تكون النهايه بالنسبه لنا يكون فيها الفوز. Temos vindo a ter resultados muito positivos e queremos continuar. حققنا نتائج ايجابيه جيده جدا وعايزين نستمر على هذا الطريق. Foi a única equipa que nos ganhou e por isso também temos que repor pouco daquilo que é a verdade da qualidade das equipas. الفريق الوحيد اللي هو قدر يتفوق على منتخب مصر في التصفيات المؤهلة كان هو فريق اثيوبيا واحنا عايزين نخلي الامور ترجع الى الواقع بتاعها وتظهر هي حقيقة الفرق. Agora quero também dizer que é uma equipa de qualidade que joga futebol com ideias bem claras. الفريق بيتمتع بميزة كويسة جدا ان هو في عناصر فيها كفاءة وبيقدروا يلعبوا كرة قدم جيدة. E que nós temos que ser uma equipa forte e impor o nosso jogo, porque senão o adversário tem qualidade para impor o seu jogo. فلابد وبنأكد على نقطة إن احنا لازم نكون بكرة إن شاء الله فريق قوي عشان نقدر نحط أسلوبنا ونضع أسلوبنا في اللعب عشان ما نسيبش أو نترك أي فرصة لفريق أثيوبيا إن هو يقدر يمسك الكرة أو يتفوق علينا. Os jogadores têm trabalhado muito bem, as indicações são positivas, estamos muito motivados porque representar a seleção do Egito. É sempre algo muito motivador. Agora é enfrentar o jogo e estamos prontos para ele. اللاعبين اشتغلت معنا ايام المعسكر باسلوب جيد جدا متحمسين للمباراه بنحاول برضه نرفع حماس اللاعبين اكتر ودلوقتي بينقصنا ان احنا نؤدي المباراه ونتفوق فيها ان شاء الله على فريق اثيوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكركم على وجودكم هنا. طبعا اول حاجه ماتش مهم جدا بالنسبه لنا. تاني حاجه احنا بنلعب تاني حاجه بنلعب على الفوز دايما اي ماتش معانا ومع المستر فيتوريا على طول اول حاجه قدامنا ان احنا نحط قدامنا المكسب وشايف اللي هو ماتش قوي اللي هو ماتش يخلينا مستعدين عشان كمان مشكلة بره بيعمل تاني حاجة احنا طبعا تاني حاجة على طول بنلعب اي ماتش عندنا بنلعبه على مكسب حتى زي مستر فلوري على طول بيتكلم معانا اي ماتش محتاجين اللي احنا نكسب وشايف اللي هو ماتش قوي محتاجين اللي احنا نكسبه واهم حاجه الماتش بكره على ملعبنا وسط جمهورنا محتاجين ان احنا نحقق الفوز وتبقى مباراه كويسه على استعداد تصفيات كاس العالم وبطوله افريقيا ان شاء الله واتمنى نعمل مباراه كويسه ونكون على قد المسؤوليه. جايه هيكون اعتماده ان شاء الله على لعيب بقى المنتخب الاولمبي يقدر يتفرج عليهم ولا يعني هو شايف الموضوع ده ازاي؟ ثانيا هل بكره هو قلق بشويه بشان الانذارات وممكن يريح لعيبه من اللي عندها انذارات؟ سؤال المصطفى طبعا احنا فرحانين بيك جدا ودلوقتي انت بتتكلم في 4 اهداف في الدوري الفرنسي ومحطوط في التشكيله المثاليه مع مبابي ومع عدد كبير جدا من نجوم العالم.
انت طموحك الفتره الجايه ودي نقطه. والنقطه الثانيه شايف التنافس ازاي دلوقتي ما بينك وبين كل المهاجمين في الدوري الفرنسي؟ السؤال الاول. De uma forma geral, estou muito, mas mesmo muito satisfeito com todos os jogadores. أنا بصراحة بأسلوب عام مستريح جدا وسعيد جدا من اللاعبين الموجودين معنا في المعسكر. Como tem acontecido em todos os estágios. ودي حاجة يمكن تكررت معنا في كل المعسكرات. Digo isto de uma forma sincera, não posso ser de outra maneira. بقول بس بكل صراحة يعني وبكل جد اللاعبين حقيقي مميزين. E sendo claro convosco, esses jogadores. Os jogadores que vieram pela primeira vez, os mais jovens também, têm tido um comportamento exemplar. بقول بصراحة اللاعبين اللي هم يمكن الحاضرين معنا المعسكر واللاعبين اللي هم يعتبر سنهم صغير اللي احنا استدعيناهم من الفريق الأولمبي برضو كلهم كان أدائهم أداء مثالي معنا في الفريق. Estou convencido que só esta presença aqui neste campo da primeira equipa os vai naturalmente ajudar e torná-los ainda melhores jogadores. ومتأكد من ان حضورهم معنا في المنتخب الاول دي اكيد هتكون ليها مردود جيد جدا على اللاعب وهتخلي من اللاعب انه يؤدي بشكل افضل ويكون مستوى افضل كمان. A escolha do futuro. Primeiro critério é sempre a qualidade. طبعا بالنسبة للاختيارات المستقبلية بعد كده اول حاجة في المعايير عندنا هي الكفاءة الفنية. E se esses jogadores merecerem, tanto sejam mais novos como mais velhos, irão cá estar porque a decisão é minha e o critério da qualidade é o primeiro, depois haverá outros. فبالنسبة لي طبعا سواء اللاعب يستحق كون اللاعب سنه صغير او سنه كبير هيكون موجود في المنتخب لان النقطه اللي هي نقطه الاساس في المعايير بالنسبه للمدرب هي نقطه الكفاءه الفنيه فطول ما في كفاءه فنيه اللاعب هيكون حاضر في المنتخب. Em relação à segunda questão dos amarelos, não é? بالنسبة للسؤال الثاني وهو اللي بيخص الكروت الصفراء. Nós temos 11 jogadores com cartão amarelo. احنا طبعا عندنا 11 لاعب من لاعبين منتخب مصر عندهم كروت صفراء. 7 estão cá. منهم 7 حاضرين في المعسكر الاخير. Desses 7 alguns vão jogar, outros não vão. اكيد من السبع لاعبين دول في منهم بعض اللاعبين اللي هتأدي المباراة والبعض الاخر مش هيأدي. Mas os que forem e os que entrarem mais tarde terão que ter também uma capacidade de se autocontrolarem. وانا اعمل ان اللاعبين اللي يمكن اللي هتبدا المباراه او يمكن اللي هيشاركوا اثناء مجريات المباراه بالنسبه لكروت الصفراء ان هو يكون قادر يتحكم في مجريات المباراه انه ما ياخدش كارت ثاني. E os jogadores sabem muito bem como se iam comportar numa situação destas. واكيد اللاعب طبعا بخبرته بيبقى عارف ازاي يتعامل مع المواقف دي خاصه وقت ما يكون الموقف حساس بالشكل ده. Não irão ficar os 7 fora e irão jogar alguns. طبعا مش يعني اكيد صعب جدا ان انا اريح السبع لاعبين يكونوا كلهم برا ولكن في منهم لاعبين هتادي وتبدا المباراه. Mas só para terminar, mas por aí também vocês percebem claramente que foi uma convocatória difícil de se realizar pela questão dos cartões, pelas limitações que temos de alguns jogadores. Que estão a começar a época e não têm qualquer jogo oficial, e portanto, este momento foi um momento difícil de se fazer este estágio. واكيد طبعا صعب بالنسبه لك دلوقتي او اكيد دلوقتي بيبان قدامك ايه هي الصعوبه اللي احنا قابلناها في ان احنا نختار الليسته بتاعه اللاعبين في المعسكر ده لان طبعا في عندنا مشكله الكروت الصفراء زي ما احنا اتكلمنا عليها وتاني حاجه ان في لاعبين لسه ما بداوش المنافسات الرسميه فبعض اللاعبين اللي هي حاضره معانا في المعسكر ما ادوش اي مباريات حتى الان فكان في صعوبه من اجل ان احنا نختار اللاعبين ونعمل الليسته بتاعه المعسكر ده. Mas estamos aqui para arranjar soluções. انا دوري هنا طبعا ان انا باجد الحلول. E não só lidar com os problemas, é arranjar as soluções para aquilo que vai acontecendo. فاكيد انا بحاول اوفر الحلول تحسبا لاي نقطه من النقاط هذه. طبعا اول حاجه الواحد على قد ما بيقدر بيحاول يعمل يمشي على خطه ثابته ويعمل احسن حاجه عنده
بالواحد يعني من اول ما طلع من مصر هنا ما عندوش طموح معين اللي هو يقف عند ستيب معينه. واحد ما طموحي عالي جدا، عايز اوصل لاعلى ستيب. طبعا مبسوط بالاراء الحلوه انت بتقولها لي ديت. الواحد على قد ما بيقدر بيحاول يبقى في حته كويسه في الهدافين في الدوري الفرنسي. حتى قبل بدايه الموسم كنت انا حاطط لنفسي اللي هو عايز اكون من الهدافين الدوري الفرنسي. ومع المنتخب هنا طبعا الواحد بيحاول برضو يعمل اقصى حاجه عنده. معانا مهاجمين كويسين جدا، كلهم اخوات واخواتي وزمايلي كويسين. بحاول اعمل احسن حاجه عندي عشان اثبت نفسي اللي هو واسمع كلام المدرب عشان اكون موجود في التشكيله الاساسيه دايما. بس كريم عبد المحسن موقع كوره. سؤالي المستر فيتوريا، ايه اسباب قرار اراحه محمد صلاح من ماتش اثيوبيا في حين انه الجهاز الفني كان عنده وجهه نظر انه يتمسك بانضمام لعيبه الاهلي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، شهر اكتوبر في توقف دولي ينتهي يوم 17 والاهلي هيبدا اول ماتش في دوري السوبر الافريقي يوم 20، فالجهاز الفني هيتعامل ازاي مع النقطه دي؟ شكرا. بالنسبة للاعب محمد صلاح، صلاح فيرا ديبويس ديست جوغو، صلاح هيحضر معنا سيزون مينيا بعد مباراة اثيوبيا، وده قراري انا. Para não se correr riscos, vai ser jogador que vai ter 7 jogos em 23 dias. فعشان ما يبقاش في اي مخاطرة باللاعب، لانه هيكون هو اللاعب الوحيد اللي ادى 7 مباريات خلال 23 يوم. Vai jogar os 90 minutos. Com certeza em quase todos eles. فأكيد لعب كل المباريات تقريبا 90 دقيقة. Até o Cano não vai ter paragem. وحتى أمم أفريقيا برضو مش هيكون في أي توقفات. E havia aqui riscos nesta sobrecarga de jogos. فإحنا عشان ما يبقاش في مخاطرة أو أي تحميل زيادة على البدن بتاع اللاعب. E como conseguimos ter mais soluções no primeiro jogo, entendi que para não correr riscos seria melhor o segundo jogo. فطبعا اكيد عشان في حلول متوافره معايا بالنسبه للمباراه الاولى، انا فضلت ان ما خاطرش باللاعب في المباراه الاولى وان احنا ندي له فتره راحه الى المباراه الثانيه. هو تركستون كوارا دي بويس بروس مستاجر في اوتوكو كي واحد طبي دي 17 بايتر. هو حضرتك السؤال Sim. As datas FIFA irá ser de 9 a 17, salvo erro. طبعا في شهر اكتوبر احنا معانا الاجنده الدوليه اللي هي من يوم 9 اكتوبر ليوم 17 اكتوبر. Os jogos, apesar de já haver grande entendimento com as suas equipas que aí vêm. بالنسبه للمباريات احنا دلوقتي الحمد لله في تفاهم كبير على المباريات اللي احنا هنأديها في شهر اكتوبر. Ainda não está confirmado a data exata de cada deles. لسه ما اكدناش حتى ايه التواريخ بالظبط بالنسبه للمباراتين الجايين في شهر اكتوبر. Iremos planear isto de forma que seja bom para a seleção primeiro que tudo. هنحاول طبعا اول حاجه ان احنا نخطط بالنسبه للفتره القادمه، اول حاجه ان هي يكون في مصلحه المنتخب ويكون فيها فائده للمنتخب القومي المصري. E depois para os clubes também. وكذلك برضو مع مراعاة ظروف الأندية ومصالح الأندية كمان. مش كيرو شو لمبرار كاستس ايبون كناش تنيام زيش تيمنت. ولكن بذكركم بحاجة وكويس إن الأمور دي تعتبر لسه في الذاكرة عندنا. Estas datas FIFA foram uniformizadas no mundo inteiro. أكيد اللي هو التوقفات الفيفا دي توقفات دولية، يعني مش لمصر بس، دي لكل دول العالم. É um direito que os jogadores têm representar a sua seleção. وده يعتبر ده حق للاعب ان اللاعب في الفتره دي يحضر ويمثل منتخب بلده ويمثل اسم البلد.
e têm que aqui estar de cabeça completamente liberta para representar a sua seleção. ولازم في فتره التوقف الدوليه يكون اللاعب حاضر بذهن صافي جدا كل همه ان هو يخدم بلده ويخدم منتخب البلد. Quem diz aqui, diz aqui, diz no Brasil, diz na China, diz na Europa, diz em qualquer lado. Os jogadores têm que ter este espaço e é um espaço que foi conquistado para que os jogadores estejam aqui, aqui ou em, nas suas seleções a trabalhar de cabeça liberta. طبعا. Portanto, sobrepõe-se a tudo aquilo que seja coisas de clubes. اللي احنا بنتكلم فيه ده او الاجنده الدوليه دي حاجه بتطبق في مصر وفي كل دول العالم، في الصين، في البرازيل، في اوروبا، في كل دول العالم. لازم ده بيبقى حق للاعب ان اللاعب في الفتره دي يحضر بذهن صافي يمثل منتخب بلده، ما يكونش فيه اي تدخلات مع الانديه او ما يكونش فيه اي تدخلات بالنسبه لمنافسات اخرى. اهم حاجه منافسه المنتخب القومي في الوقت ده. Por outro lado, só para terminar, eu desde o início que tenho sido treinador sempre muito conciliador. انا من البدايه حاولت ان اكون دائما انا المدرب اللي بيحاول ينصح ويقدم النصيحه. Logo no meu primeiro mês fiz 11 visitas, 10, 11 ou 12, entre 10 e 12 visitas a clubes. من اول شهر وصلت فيه يمكن عملت 11 او 12 زياره للانديه المصريه. Porque eu sei exatamente o que é estar daquele lado e agora sei o que é estar daqui. لان انا عارف كويس قوي ايه هو دور المدرب او شغل المدرب اللي موجود في النادي وايه هو شغل المدرب الموجود في المنتخب. Sempre que seja possível fazer algo primeiro bem da seleção, depois bem dos jogadores, sou o primeiro a fazê-lo. فدايما وقت ما يكون في اي فرصه بالنسبه لي اقدر اعمل منها مصلحه المنتخب وكذلك اقدم منها مصلحه اللاعب انا مش هتاخر خالص. جايز. روي فيتوريا مدرب منتخب اثيوبيا اتحدث ان هيبقى فيه وجوه جديده شابه لاول مره هتلعب غدا قدام مصر. حضرتك في بدايه تصريحاتك قلت ان منتخب اثيوبيا عنده كم من اللاعبين متميزين في مختلف خطوط الملعب، ممكن بكره يبقى وجود لعيبه جديده من منتخب اثيوبيا منتخب مصر ممكن ما يعرفش عنها حاجه تعمل ارتباك فني للجهاز الفني؟ ده اول سؤال. لا أسأل. بالنسبة não estou, obviamente tenho muito respeito por todas as equipas, por todas. Tenho muito respeito por todas as equipas. هو طبعا قبل اي حاجه احنا بنحترم اي فريق بنلعبه او اي فريق هندخل معاه المنافسه. Mas não estou muito preocupado se vão jogar, quem é que vai jogar, se vai jogar a equipa toda ou não. Estamos à espera de uma equipa que tem qualidade, a única que nos ganhou. طبعا بصرف النظر عن مين اللي هيلعب او مين العناصر الموجوده، ولكن احنا منتظرين ان هيكون فريق اكيد فيه كفاءه فنيه والفريق الوحيد اللي قدر يتفوق على منتخب مصر. E vamos preparar da melhor forma, acima de tudo para nós mesmos. Para ganharmos o jogo, para fazer tudo para ganhar o jogo. وهنبتدي ان احنا بنجهز نفسنا على افضل وجه او على افضل شكل على اساس ان المباراه تكون في مصلحتنا، مصلحه منتخب مصر. Agora esta equipa, seja que jogador jogue, que equipa jogue. يعني الفريق ده مثلا سواء ان هو فريق مثلا فيه عناصر جديده. É uma equipa que tem qualidade técnica. هو اكيد فريق فيه كفاءه فنيه. Um futebol com ideias interessantes. كرة قدم فيها أفكار جيدة وأفكار مميزة. Com ligação entre os seus jogadores com muita facilidade. بيقدر إن هو يوصل اللعب ويربط الخطوط بسهولة. Não são jogadores muito robustos do ponto de vista físico, mas do ponto de vista técnico com qualidade. يمكن اللاعبين ما بتظهرش إن هي بشكل بدني قوي، ولكن بشكل فني أو بكفاءة فنية عالية. Aspectos muito bons que eu observei. Outros, no entanto, mas que não vou aqui vos abrir o jogo. فأكيد طبعا في حاجات بيتميز بيها فريق اثيوبيا احنا شفناها، وفي اكيد عندهم برضو بعض الحاجات اللي هم مش مميزين فيها، ولكن احنا هنا مش هنتكلم على مفاتيح المباراه. شكرا كابتن مصطفى محمد. طبعا مليون مبروك تألقك خلال الفتره الماضيه. في حاله ان شاء الله يعني استمرار تألقك، لو جالك عروض خليجيه خلال الفتره الجايه، ممكن لو جالك عروض من الخليج خلال الفترة الجاية، ممكن تفكر تطلع الخليج ولا أنت مستمر في الاحتراف الأوروبي وما تفكرش مهما كانت العروض؟
انك تاخد تجربه. ايه؟ عقود ماديه ولا لا؟ يعني جالك مثلا عرض من زي محمد صلاح مثلا من الدوري السعودي، ممكن تاخد التجربه ولا لسه قدامك؟ مش عارف. ملاحظ احنا هنا لابس تيشيرت منتخب مصر. طبعا انا بحترم سؤالك جدا واتمنى ان انا ارد عليه، بس انا هنا مع منتخب مصر ولابس تيشيرت منتخب مصر، فانا هنا بمثل منتخب مصر ومش مساعد ان انا ارد على اي سؤال ليه علاقه باي نادي دلوقتي. اوكي فينش صفطه. مساء الخير طبعا، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر غدا. ان شاء الله مباراه مهمه واحنا اكيد بنسعى فيها للفوز، ويهمنا طبعا الفوز في هذه المباراه لانها اكيد بتاعي رد الثقه والاعتبار خلال المباراه الاولى، وثانيا انها استعداد قوي ان شاء الله لتصفيات كاس العالم ومن ثم كمان امم افريقيا في كوت ديفوار. هناك بعض الاجتهادات الصحفيه اللي نالت لاعبي النادي الاهلي اللي منضمين حديثا للمنتخب، ولم يكن هناك تصريح رسمي من قبل الجهاز الفني او اتحاد الكوره حول موقف هؤلاء اللاعبين، هل سيشاركون لمباراه تونس في الوديه القادمه ولا حيتم راحتهم وتم اتاحه الفرصه للنادي الاهلي الاستفاده منهم في لقاء السوبر؟ وشكرا. Em relação a se houver saídas, se houver saídas depois do jogo, após este primeiro jogo, só após isso é que irei transmitir, não é agora. Primeiro, os jogadores ainda não sabem quem é que vai jogar e eles vão ser os primeiros a jogar, a saber. أول حاجة طبعا يعني قبل ما نتكلم على ان في لاعبين تخرج او تدخل المعسكر بعد المباراه الاولى، انا يمكن اللاعبين الموجودين ويمكن مصطفى حتى شاهد على كده لسه ما يعرفوش مين الفريق اللي هيلعب المباراه. Depois disso, depois logo analisaremos o jogo e logo veremos se continuamos todos ou não. Com uma visão, uma mensagem clara. Eu estou atento a tudo, obviamente. Estou atento a tudo. فطبعا بقول ان احنا اول حاجه يعني هنشوف المباراه تمشي ازاي، ومن بعد المباراه هيبقى في القرار لو في حاجه زي كده او لا، بس بقول لكم برضو ان انا منتبه لاي حاجه بتحصل ومنتبه لاي حاجه بتتقال. Mas não vou falar aqui a vocês nada que primeiro não falo aos meus jogadores e a quem é mais interessado. فاكيد طبعا لو في حاجه خاصه الامور دي مش هصرحها معاكم قبل ما اصرحها مع اللاعبين اللي بيأدوا المباراه. شكرا شكرا شكرا.